passe di Karim Benzema, Di Maria, Di Maria. Oh, Kaká, Kaká, le goal! Ricardo Kaká. يسجل الهدف الثاني للريال ويؤكد الدخول القوي ويؤدي الهدف الثاني لصالح فريق ريال مدريد. دخول قوي وبدايه قويه بالنسبه للريال وبالنسبه لريكاردو كاكا وبالنسبه للثنائي الذي اقحمه اليوم مورينيو طبعا في مكان كل من مسعود اوزيل وكذلك ايغوين. كاكا يسجل في مباراه اليوم في الجوله العاشره من الدوري الاسباني بعد ما اخدع مكانه كما قلت، يسجل هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.